جلس أحد أمراء الأندلس. في أحد منكم راح الأندلس؟ راح إسبانيا؟ في أحد منكم راح القرناطة؟ مين هو اللي راح؟ ها؟ كيف وجدتها؟ جميلة؟ هذه البلاد من أجمل بلاد الدنيا، فكيف بمن يملكها؟ جلس الحكم بن هشام وقال لأصحابه: من أسعد الناس؟ في المنافسية اللي عنده، المنافقين اللي عنده قالوا: أنت من في غيرك؟ في أحد أحسن منك؟ قال: أنا؟ لا والله، أسعد الناس رجل له زوجة يحبها وتحبه، وعنده قوام من عيش لا يعرفنا ولا نعرف. جلسة زوج يحب زوجته وزوجة تحب زوجها، ساعة هنا، ساعة أنا وحدي، ها؟ ساعة هنا تعدل ملك الملوك وغنى الأغنياء، يحسدك عليها من يملك هذا كله ولا يملك هذا الذي تعيشه. مع تحيات الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة.